الفيديو بتاع النهارده هنتعلم حاجه مهمه جدا بالنسبه لك كمبتدئ، وهي نطق الارقام في اللغه الانجليزيه، النطق الصحيح للارقام من 1 لـ100، وكمان هنتعلم نطق الارقام الكبيره اللي هي من 100 كمان عندك و1000 و2000 و10000 وهكذا. اوكي، فانتظر عشان الفيديو ده جامد جدا ومهم جدا. يلا بينا، تعال انت مع بعض الاول الارقام من 1 لـ10، وهتكتشف انك كنت ممكن بتنطق ارقام فيهم بطريقه خاطئه. يلا بينا. 1 مش 1، 1 2 3 4 5 مش 5 5 6 7 مش 7 7 7 افتح بقك شويه 8 9 and 10 10 نكمل بقى الباقيين. يلا بينا. 11 11 11 12 كرر ورايا 12 13 طلع لسانك في التي اتش 13 14 15 16 17 18 19 تمام؟ 10 على 10. مشكلة المشاكل بقى، وعاوزك تركز معايا، تمام؟ ازاي تفرق ما بين 13 و 30؟ 13 13 عشان اخد عليها تمرين، 13 متكة على تين، لكن 30 او 30 تي واي بس يبقى 30. 14 اهو تين يبقى 14. 4D American أو 40 40 طالما بتتكش. 15 15 50 50 16 16 60 60. ارجع تاني وكررهم وحاول تسمعهم من غير ما تبص، عشان هنخش دلوقتي على الاكسرسايز وانت هتقول لي سمعت ايه. يلا بينا. التمرين بسيط خالص، هنطق لك رقم وهتقول لي انهي رقم اللي انا نطقته. 17 مظبوط، 17 80 80 30 30 20 20 ودي اللي كنا ماخدناهاش. Very good. مهم جدا انك تعرف الفرق ما بين تين و ت. اوكي، يلا بينا نخش على اللي بعده. قبل بقى ما نخش على الارقام اللي فوق ال 100 وازاي ننطقها او نقولها، خلينا الاول نعرف ازاي نقول الارقام اللي 55 86 وهكذا. الموضوع بسيط جدا، انت طالما اتعلمت 50 تعرف تقول 51 52 53. بتبتدي بالرقم الكبير وبعدين تحط بعده الرقم الصغير. يعني 51 احنا عارفين ان 50 50 فهتقول 51، 54 54، 55 55، 59 59 وهكذا بقى. طبق الباقي على بقيه الارقام. الارقام بقى فوق ال 100، خلينا نبتدي الاول ب 100. 100 في اللغه الانجليزيه ممكن تقول 100 او 100. اوكي، طيب يعني انت عاوز تقول انا ممكن اشيل 1؟ اه ممكن. يعني عاوز تقول مثلا 110 ممكن تقول 110، انت شلت 1 وممكن تحط 1 وتقول 110، ومش لازم تقول اند، ده كومن مش محتاج تقولها. اوكي، يبقى 110 مش لازم تقول لي 110، شيلها 110. اوكي، او شيل ال 1. اوكي، يبقى 110 او 110. طيب 130 130 او 130. اوكي، يبقى ممكن تحط 1 وتشيلها. طيب 133 عادي خالص، هتقول 133، يبقى 33 لوحدها و100 لوحدها. من ال 200s بقى لازم تحط 2 او 300، ف 200 300 400 500. اوكي، ف ال 2 طالما هتجيب 2 و 3 و 4 لازم تحطهم قبل 100. طيب عاوز مثلا اقول 588 هقول ايه؟ 500 588 88، يبقى 588. 777
777 وهكذا. موضوع بسيط خالص. نتكلم بقى على الالفات. 1000 اوكي يعني 1000. طيب انا لما احب اقول مثلا 1100 زيها زي 100 ممكن اقول 1100 او ممكن اشيل 1 واقول 1100 or 1100 اوكي 1100 اوكي. عاوز اقول مثلا 2000 خلاص خلصنا بقى نتكلم على 2000 اوكي 2500 فاقول 2500 2000 يعني 2000 2500 اوكي 3700 3700 3700 اوكي. موضوع بمنتهى البساطه. ده كان فيديو سريع وبسيط للارقام لحد 10000. في حلقه بقى جايه جامده جدا عن حاجه اسمها الاوردينال نمبرز اوكي اللي هي الارقام اللي بنستخدمها في الترتيب. استنى الحلقه دي لانها هتفيدك جدا 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 لان مش كل الارقام هي الارقام اللي احنا خدناها النهارده مش كل الارقام اللي في الانجليش يعني اوكي. خلينا اشوفكم على خير.